سلام الياس. ولد في مدينة القاهرة يوم 27 فبراير في عام 1911، ويعد من اليهود القلائل الذين رفضوا الخروج من مصر عقب ثورة يوليو سنة 1952، وصرح في أكثر من لقاء أنه سيموت ويدفن بأرض مصر، وهو ما حدث بالفعل. درس بمعهد التمثيل، ثم بدأ مشواره الفني بالالتحاق بفرقة نجيب الريحاني، ثم بفرقة فاطمة رشدي، وبعد ذلك في الفرقة القومية ومسرح التلفزيون والمسرح الحديث، واشتهر بعدد كبير من الأدوار المساعدة. قدم في السينما نحو 73 فيلماً لعب فيها أدواراً ثانوية، علماً بأن جل أفلامه التي مثلها في الستينات وحتى منتصف السبعينات كانت من النوع التجاري أو ذات القيمة الفنية الهابطة. من هذه الأفلام على سبيل المثال سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، عودة أخطر رجل في العالم، عصابة حمادة وتوتو، أضواء المدينة، إجازة بالعافية، وأيضا فيلم اقتلني من فضلك الذي يؤدي فيه دور مدير مستشفى المجانين، وأيضا فيلم الأرملة العذراء حيث يؤدي فيه دور المليونير العجوز عمر الفرماوي الذي تحتال عليه الشابة سهام مديحة كامل طمعا في ثروته فيتزوجها، وهي من جانبها تدعي كذبا أنها حامل منه كي يرث الجنين كل أملاكه. وبطبيعة الحال فإنه لا يلام على هذه الأفلام لأن الموجة السائدة آنذاك كانت تفرض ذلك، كما تكرر ظهوره في دور الطبيب في أفلام كأس العذاب وحظك هذا الأسبوع، عالم مضحك جدا، وغاوي مشاكل، كما أدى دور ضابط مرتين في فيلمي الحرمان وربع دستة أشرار، ودور الجرسون في فيلم فالح ومحتاس. شارك أيضا في عدة مسرحيات من أشهرها أنا فين وانتي فين، أنا وهو وهي، والسكرتير الفني، كما شارك فؤاد المهندس في مسرحيات منها حلمك يا شيخ علام وكلام فارغ، وشارك أيضا عبد المنعم المدبولي في مسرحيات مع خالص تحياتي، أنا أجدع منك، جلفدان هانم، وقصر الأحلام وغيرها. تعب الفنان سلام الياس في أيام حياته الأخيرة وابتعد لفترة عن التمثيل، وتوفي يوم 19 أكتوبر عام 1994 عن عمر يناهز 83 عاما، بعد أن قدم أعمالا كثيرة حفظتها ذاكرة الفن كما حفظها الجمهور المحب له. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.